طيب احنا معانا على التليفون القمص موسى ابراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا استاذ يوسف. اهلا بحضرتك. يمكن انا كنت لسه بقول انه هذه مواقف من الكنيسة الحقيقة مواقف تاريخية منذ ان انشئت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر تحديدا في الاسكندرية، وحتى هذه اللحظة لها الاف المواقف التاريخية دعما للإنسانية ولرفع الظلم عن الناس والبشر. متوقع جدا ايضا كمان هذا الموقف من صاحب القداسة البابا تواضروس الثاني، ومهم ان احنا يمكن نسمع اكتر من حضرتك. هو يعني انا بس بأكد على كلام حضرتك، احنا على المستوى الانساني متألمين جدا كل المصريين بسبب التصاعد الاحداث بهذه الوتيرة الصعبة. وعايز اقول لحضرتك انه البيان اللي صدر بالامس صدر بعد أقل من 30 دقيقة من وصول قداسة البابا لأرض الوطن. حضرتك تعلم أنه كان في زيارة رعوية في ميلانو وفينيسيا في إيطاليا، وبمجرد وصوله يعني تم عرض البيان عليه، وكان متابع الأمر بكل قلبه، وصدر البيان لأنه الكنيسة كان لازم تعمل رسالة مساندة وتأييد ودعم لإخواتنا في غزة. وأيضا كان من المهم جدا، وده اللي ظهر في كلام قداسة البابا، أنه يعلن دعمه للرؤية الحكيمة بعيدة النظر لسيد الرئيس اللي ظهرت في كلامه الأسبوع الماضي وكلامه اليوم في لقائه مع المستشار الألماني. طيب يعني مهم جدا أنه يمكن أنا عايز أسأل أو أستفسر. أنا أعلم جيدا وشفت بعيني ما تقوم بالإبراشيات بتاعتنا في المهجر، وأعلم جيدا وشفت بعيني ما يقوم به المصريين من أبناء الكنيسة في المهجر لدعم المواقف المصرية. هل من الممكن أنه يكون هناك دور يلعبونه في إظهار الحقيقة حول ما يحدث في فلسطين؟ بدون شك المصريين في البلاد المهجر صاروا أعضاء في مجتمعاتهم، وهناك من أصبحوا قادة مؤثرين ومتواجدين في بالقرب من دوائر صنع القرار. ولأن مصر وقضاياها وموضوعاتها وأيضا القضايا العربية اللي بتمثل أولوية قصوى لمصر. طيب أبونا أنا أستأذن وأنا آسف على المقاطعة، لكن هناك خبر عاجل أستأذنك يا أبونا أن إحنا يعني نقول الخبر، في أنه الآن أو من دقائق قليلة جدا أو من لحظات تلقى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن. ركز هذا الاتصال على الوضع الإنساني في قطاع غزة وسبل تسهيل النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع في ضوء ضرورة تحسين الأوضاع الإنسانية المتدهورة في أسرع وقت، حيث أعرب رئيس بايدن عن الشكر والتقدير لموقف مصر وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاتصال أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم ووقف تصاعده في اتجاهات خطيرة والتحول إلى نهج إحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمان. يمكن ده ملخص سريع لهذا الاتصال. حفظ الله مصر، حفظ الله العروبة، حفظ الله الرئيس. أعود مرة تانية ليك يعني قمص موسى إبراهيم، وأنا أعتذر عن المقاطعة لكن كان خبرا عاجلا.
ومهم جدا الحقيقة وليه مجهول. أشكرك. إذا يمكن وإحنا بنتكلم على وأشكرك إنك يعني أشرت إلى المدلول، مدلول هذا الخبر الهام، كيف يراه القمص موسى إبراهيم؟ ثقل مصر، ثقل مصر ودورها والمواقف اللي أعلن عنها الرئيس منذ بداية الأزمة وأكدها اليوم في المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني، ده الصدى بتاعها هذه المكالمة من رئيس الولايات المتحدة. طيب أنا أعود مرة تانية على يمكن الدور العظيم اللي بيلعبه المصريين في المهجر وخصوصا من أبناء الكنيسة الأرثوذكسية القبطية، وزي ما حضرتك تفضلت وقلت أنه أصبحوا جزء من النسيج الغربي وكثير منهم أصبح بشكل أو بآخر قريب من دوائر صنع القرار. بدون شك، وهم يحملوا هموم الوطن وقضاياه والهموم والقضايا ذات الأولوية، وبدون شك أثق أنهم في أحداث مثل هذه الأحداث المؤلمة يتحركون ويدعمون هذه القضية. أشكرك جدا 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 القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية.